صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 58 لسنة 2019 بتعيين نواب للرئيس التنفيذي بهيئة تنظيم سوق العمل. وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه يعين في هيئة تنظيم سوق العمل كل من السيد أشرف حافظ إمام نائبا للرئيس التنفيذي للموارد والخدمات، السيد علي محمد الكوهجي نائبا للرئيس التنفيذي للعمليات ونظم المعلومات، والدكتور خالد محمد عبد الرحمن أحمد نائبا للرئيس التنفيذي للضبط القانوني.